جنايد فيديو التبرعات الله الحملة شرفة تمام. أنت متهم بجمع التبرعات لمصلحتك الشخصية. تقول لي شكرا على الحملة بعدين التيم. شكرا لك، لكن ما يدور من الناس احنا نشرنا استفتاء انه انت ضيفي. كثير من الرسائل اجت انه قالوا انه التبرعات جنيد يلمها لصالح الشخصي. يا الله. ردا على هذا السؤال هو اوكي، يعني انا واصلني هذا السؤال، يعني ما مصدوم من عندي. نعم. مبدئيا انه ولو هي ما تنحكي. نعم. خوش، بس اضطريت ان احكيها ولازم احكيها لانه راح يصير بيها جانب من الرياء، ولكن لازم نرد. بالنسبه للتبرعات اللي انا اخذها صالحي، نعم، انا من افتح تبرعات، من اقول مثلا يعني اليوم عندنا حمله تبرعات الفقراء المحتاجين اهلنا وناسنا الطيبين، شنو اللي يصير عندي؟ تجيني تبرعات ما تقارب المليون، مليون و200 الف، مليون ونص، مليونين تبرعات. اوكي، السنة مليونين عدد. إذا أحسب لك مبلغ التبرعات بالكامل يوصل 4 ملايين 3 ملايين ونص. هذين منين؟ هذين من بيتي، من لقمة بنتي وزوجتي، أعزلهن وأعطن، لأنه زحمة أطلع شايل 10 علاليق أوزعهن وأرجع للبيت. مو لون غلطان مليونين مسلم. 10 علاليق جنيت غالي الغراض، غالي يا مسلم. خاف عبالك أنت تباوع، تروح سوي لك سله غذائيه، شايف السله الغذائيه انا ما تشخلي بيها؟ نعم. زيت وعدس وشاي وعصير وكيك وتمن وفاصوليا، فاصوليا حمراء وماش وبقوليات هذا مال باقله، اسوي لك علاقه تخبل انت خبوان احمر، كيس عدس وفاصوليا وتمن وزيت وماخذ العلاقه، انا ايش نفعت الفقير هسه من رايح منطي هاي العلاقه؟ اقدر اسوي لي تريله فعلا، بس غير من انطي. أنطي. نعم. شيء زين؟ نعم، أنا قلت لك ما يدور خليلات. أمانة مو من يم السؤال، أنطي من جيبي الخاص. نعم. حتى تكون الحملة زينة ونقدر نفيد أكثر عدد من الناس، والحمد لله وشكرا. أنا اليوم من أنطي مليون غير؟ نعم والله، ما توصل رأس شهر الله يرزقني بعشر ملايين. الله يوفقك والله العظيم. الله يوفقك يا رب، فمو خسارة. توضيح مهم وشكرا. لك جنيد والله يوفقك.